مرحبا، بدي احكي لكم حكاية عن كسر الحواجز. علاقات نبداها بحذر شديد، وخصوصا يعني مع اهل جوازنا. مرات امي بتقلي، او مرات اخر مرة يعني قالت لي وقت فتحت شعري، قالت لي ماما انت ليه مفكرة حالك كتير بيضة؟ ما بيلبق لك هذا الشعر، بده بنت بيضة وعيونها زرقاء وغيره، انت يعني او عيونها فاتحة على الاقل. ضايقت لانه قعدت وقت طويل عند الكوافور، بس بعرف انه يعني امي بدها يعني احلى، وشايفه هي انه مو لايق لي. اكيد صادقه اختي، مرات بتقلي فستانك اصاله بالمره مو لايق لك، هذا بده فستان، هذا الفستان بده بنت طويله. ما فكر ابدا انه اختي شو قصدها لما قالت لي هيك، بعرف انه عندها حق، بطل البسه فعلا. مرات لما بتقلي اخت جوزي اي انتقاد، يعني قالت لي مره، قلت لي اصاله انت تخنانه، لما بتتخني وشك ببطل حلو، بصير كتير خدودك كبيرة. لما طلعنا قلت له طارق كتير متضايقة من أختك، كل ما بدي إجي لعندها بدي تقلي كلمة، مرة تخناني، مرة شعرك مقصف، مرة يعني مو منطقي. مع العلم أنه كان عندها حق، لأنه فعلا كنت تخناني، وفعلا لما بتخن خدودي بتكبر. لما فكرت هيك مع حالي بموقف هيك صار بيني وبينها، قلت هي أنا كتير غلطانة، يعني عملت أشياء اللي أنا كتير بنتقدها وكتير بكرهها. دخلت علاقة، عملت حساباتها يعني بحذر شديد، عملت حسابات هيك مع نفسي لما دخلتها معها. لما عطيت حالي المجال لأتعرف عليها، لقيتها هي من أدفى الشخصيات وأطيب الناس. صار عندي استمتاع كتير غير عادي لما بتحضني، لما بتحكي معي كلمتين حلوين، بعرف أنهم كتير صادقين وكتير حقيقيين. والنصيحة اللي بتقلي إياها هي نصيحة حقيقية، لأنه هي عرفت بالآخر أنه هي كتير فخورة فيي. فهي العلاقة صار بالنسبة لي كتير مهمة وممتعة، ويمكن هي هيك خليط بين الصداقة وبين الأهل. علاقة كتير خاصة مع أهل جوزك بتعمليها إذا كسرتي حواجز اللي بخيالنا أنه هنن، وتطلعي برا الدائرة، الدائرة اللي نحن بنرسمها لحالنا. بنخاف من أشخاص معينين لأنه عندهم قرابة معينة، ومنعيش معهم بحذر. مرة جاي حاحكي لكم على حدا ما عرف يطلع برا الدائرة، يمكن قصة كتير كتير حتعجبكم. أهلين وسهلين. أهلين، أهلا وسهلا. ليه يا حبيبي؟ ليه يا كاني؟ هاي روحي أنت، سلامة قلبك يا رب، سلامة الحليوة. هاي حلوة، ما نعمك مثل ما بتطلعي بالإعلام بالضبط. هاي كيفك يا سر، شو أخبارك؟ مرمور وأخيرا قد دورنا عليك. هاي يا حليوة، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا.
ما احلاك وشوكول انت. يلا نخلي الباب مفتوح مشان ما اخليكم تقوموا تفتحوا. تفضلوا تفضلوا. يلا كرومي ساعدك ولا تساعدني؟ عم احلك ايه الله. لا لا كريم، لا كريم، طب على محلك بدون ارتباكات. طب شوي شوي بس امن عليك انه انت تمام. يلا يلا يا هيلو. مرمور شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. كل شيء تمام؟ ليه حالق شعراتك؟ رحت عسكريه؟ جيش بقى. اه رحت؟ السلام عليكم. مبروك. الله يبارك فيك. تعال تعال كرومي على محل. اهلا وسهلا. كيفك يا حلوه؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. كويسه؟ كله تمام. تفضلي تفضلوا. بتعرفوا طبعا اصحابنا؟ طبعا. بتعرفوا الاساتذه؟ اه طبعا. شو اخبارك؟ الاخبار الحمد لله. السلام. انت شو اخبارك؟ كويسه؟ انا تمام والبيتي جنن. يا الله بتصدقي انت اكثر حدا بتشبهي حالك على التلفزيون بجد. ايوه بالضبط. ايوه فعلا. لا بتعرفي شو ميزتك؟ ميزتك البراءه. ايه يعني وشك حقيقي. هلا لسه انا ما سمعت صوتك وانت عم تغني، بس وشك فيه طهر. يعني لازم انت اكيد كنت مؤدبه بالمدرسه وعذبتي اهلك يعني شوي صح؟ شوي ما عندك مشاكل انا متاكده. لا مش قوي. اي انت كويسه كله تمام؟ تمام الحمد لله. مو متجوزه؟ اه لا متجوز. متجوزه؟ اه. وعندك اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. اكيد مستحيل. اه لا لسه. لسه على طول؟ اه لا بقالي كثير، بقالي 6 سنين. 6 سنين. اه جوزي اسمه طارق. والله كمان؟ شو هالصدفه؟ شفتي؟ طيب وشو اسمك؟ اسمي ايمان. اه مو اسعله. لا مش اسعله. طيب كنت اقول لك على شيء ايمانو، انت اول مره كنتي بتغني الاغنيه اللي هي سمعناها؟ اه يعني كنت بغني قبل كده بس عمري ما غنيت في حاجه يعني تتعرض بروفيشنال. اه غنيت في حاجات في الجامعه. بتغني وين؟ كنت بغني في الجامعه. انا فنون جميله، انا خريجه فنون جميله. كنت بغني في الجامعه وكنت بغني في النادي في الموسيقى العربيه. واعرف هاني من فرقه الموسيقى العربيه. وكنت بغني في جامعة القاهرة. يعني أنا كنت فنون جميلة مش تبع جامعة القاهرة، بس كنت بغني برضو في جامعة القاهرة. وكنت بغني في الأوبرا بس فترة صغيرة قوي. شو بتغني بالأوبرا لنجات؟ آه لا كنت بحب صباح. آه والله؟ آه معناه شكلك نجات. آه لا بس كنت يعني كنت بغني ممكن صح؟ يعني فيها شيء من نجات. آه ما ناس كتير بتقولي كده بس لا أنا كنت بحب صباح قوي. كان معظم الحاجات اللي بغنيها صباح بس. اه والله انا بس حكيت معها لانه بنت بقى جاي احكي معكم. انا اليوم لانه دهنين شيء في عيوني عم توجعني من هذا اللي دهنينه عيونكم وجعتكم. دهنين شيء يعني عم نجدد لكم البيت مشان تجي تشوفوه. لا جميل ما شاء الله مرتب ونضيف. كروم شبه رجلك؟ والله يعني كنت سايق الموتوسيكل كده عشان بحب الموتوسيكلات شوي. اه وانا كمان بس مو بمصر اكيد. ما المشكله ان هي فعلا ما ينفعش تسوق في مصر خالص يعني. لا طبعا هي السياره بالعافيه بتمشي بالظبط. فانا ماشي كده واحد يعني واحد كان سايق عمل كده عليا فطبعا انا توازني اختل وقعت بقى. اه وطبعا الوقعه هون لا خلاص انا يعني بجد نصيحه مني ما حدش يركب موتوسيكلات يعني. لا يعني بمصر لا لا كتير بجد. اه صعب جدا كتير صعب صعب يعني على السيارات. السيارات عم تتكسر من المطبات يعني فما بالك والزحمه والناس تمشي بالشارع اصلا لو حجر صغير لو طوبه قد كده ممكن اه بعيد الشارع توقع اي حد. الحمد لله والله. وانت عندك موتوسيكل هذا تبع الابطال ولا تبع؟ لا لا بتاع الابطال بجد. ده اللي صوته مرعب الحقيقي. اه هو ده. مرمور شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. كويس؟ تمام الحمد لله. شفت لك ورجاني اخي انس على شو الاغنيه اللي كنت عم تعزفها؟ عازف فيها كل الالات يعني الات كثير؟ لا يعني في كثير الحمد لله بس يعني مثلا. لا هي شو اللي لعمرو دياب كانت؟ اه عمرو فراق تقريبا او في لعمرو دياب في يهمك في ايه كانك كان. ايوه ايوه كنت طالع ثلاثة صح. اه اه تمام دي كانت الحمد لله كانت ظريفة. اسامة شو اخبارك؟ كويس؟ الحمد لله. ما احلاك. بتعرفوا انه هي الاغنية اللي عملتوها يعني خيالية اه وكسرت الدنيا؟ كومبو الناس اللي عامل الاغنية رهيب اصلا. هي فكرة مين بالضبط؟ يعني كيف عملتوها؟ انا ما عنديش معلومات يعني كبيره قوي في الموضوع ده. بس كل اللي انا اعرفه ان كانت في شركه معينه هي اللي ماسكه هتجيب يعني قصدي فكره الكذا اغنيه هي فكره مين؟ لا دي فكره شركه. فكره شركه الدعايه وبس. الفكره الفنيه اه هي هذا قصدي. نصر الدين ناجي ومعاه طبعا احمد فرحات. احمد فرحات احمد مبدع. هو اللحن ها لحن وتوزيعه صح؟ هو لحن وتوزيعه. اه لحن وتريات تقريبا يا ياسر صح؟ اه وتريات طبعا. هي الفكره يعني الفكره ازاي جت ان هم يجمعوا من كل محافظه. اعتقد ان هي فكره الدعايه في شركه الدعايه.
بس كيف كمان زبطوها؟ يعني حتى لو شركة الدعاية بس اللي عملها اللي لحنها اللي هو أحمد فرحات اللي أنا عرفت أنا فكرته بس موزع أحمد مبدع طبعاً بس كيف عملوا التزبيطة كتير غريبة لا هو نصر يعني كيف تزبطت المقاطع رائعة كانوا بيهتموا بأدق الأشياء يعني هو أحمد لحن كل الجمل؟ هو اللي عمل ما شاء الله كلهم ما ممكن معقول حتى الجملة الشعبي والجملة لا أظن إن الشعبي كان أوكا أورتيجا ليهم لا لا هو اللي عاملها برضه هي لما عمل هم كانوا عملوا اللي هو التاتشات الاخيره التاتشات الاخيره هو اللي عامل الموضوع الحته الوحيده خد بالك اللي هي الجمله حلوه ما مرتناش كلها اسامه انت بتعرف كتير حلوه كلهم حلوين الصراحه ودخول هاي اللي بيقوله اسامه انا كتير طبعا انا كنت موجود كتير كتير وقاعد وبتاع وسياحه حلوه طبعا طب يا سور شو رايكم تجوا نغنيها يلا ماشي يلا تعالي يلا انا مبسوطه ان هي سبب ان احنا اعطيكي مايكروفونك والله انا مبسوطه فيك كتير كتير والله بجنني خدي انا هغني معاكم رخامة تعرف اغاني حلوه انا عايز اغني من كتر ما سمعناها رمضان كله عايشين فيها ونحن كمان يعني الاولاد واخي شو تشربوا؟ أنا أشرب عصير. عصير على عصير. شو تشرب حبيبي؟ عصير برضو. أوكي. عصير. كرومي. في كل شيء في سخن في بارد. أنا نسكافيه ولا في. نسكافيه. في. سكر أدي لا. أنت تقوم كمان ناقصك. ثلاثة. أوكي. يسور. شاي سعدك. لا. أدي سكرك. زيادة. زيادة على راسي يا حليوة أنت. شباب تعالوا عملوا. الشريف مشان ما أحرق لك إيدك. تعال يا بابا. يلا بينا. ماشي حرقت له الشريف ايده المره الماضيه ايده تعالي ايمانتي ما بعرف مع انه اسمك سهل كل شوي ست البيت يا امان بنسى من هبلي تنسيش اسمي
لا خلص سوري والله العظيم انا كثير اسفه لا يعني قعدت فتره كبيره قوي مش بغني وبعدين لحد بقى ما جه موضوع الاغنيه الجديده اللي احنا عملناها دي فبسطتني صراحه رجعتني بقى جدا الناس ميته فيكي مرمور الناس كثير حاببتك ودي لاسامه وتعال معنا انت شو بدك تشرب عصير ولا شو شاي اوكي شو بدك خلص انا اللي حساوي انت امسكي العصير التوأم بتعرفي اختراع رائع بجد رائع لا ما يتبقى حلو يبقى مع بعض رائع حبايبي ما شاء الله عليهم ربنا يخليهم كريم شاي كريم على شو شاي ولا نسكافيه كريم شاي ولا نسكافيه كريم نسكافيه انا ممكن نسكافيه صح صح لو هتعبك كريم نسكافيه قد ايه كرومي قال سكر ثلاثة ممكن ثلاثة طبعا ممكن معقول تسلم ايدك انا ست بيت شاطر او انا كمان وانت باينه انك ست بيت بحاول يسور خلي لك الشاي بالكاسة ولا خلاص؟ لا خلاص مش ضروري تسلم يديك طب كروم يلا سمعنا شي يا باب يلا كريم طب ايه عايزين تسمعوا ايه؟ سمعنا شي لألك هلا او اغنية بتحبها يعني انا عايز اسمع في اغنية بحبها قوي افتكرها بس بحبها لا بس والله بحبها فعلا كل الكلام؟ لا 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 كانت مقسوم مقسوم تسلم ايديك يا روحي خلاص زي الفل طب ماشي قول كل كلامك تشربي حاجه معانا انا لا يلا هعمل لسه الشباب استناك نغني مع بعض كل ده عصير تي شو باب تي يلا قول له كل الكلام يلا كل الكلام اللي انا قلته اديني كده بقى اشرب سو سامحني فيك ساعتها ما كنتش اعرفك ورجعت فيك وخلاص غيرت انا رايي فيك وازاي ازاي ما شوفتش كل ده كل الكلام اللي انا قلته زمان عليك ده سامحني فيك ساعتها ما كنتش اعرفك ورجعت فيك وخلاص غيرت ازاي ما شفتيش كل ده وبالليلة انسى الزعل بينا ولا حاجة تبعدنا عن بعض ثانية خلاص عرفتك عارفك انا في امتى وبقيت خلاص امتى عندي بكل الناس ولا حاجة تبعدنا
كيمو. الله الله حلوه كثير. هي الديو؟ لا لا هي غنيتك. لا مش ديو دي، لا دي الواحد اغنيه دي اسمها ما بنساش. بسمعها كثير انا لانه حاسه انه كثير حافظتها يعني. لا ولا شر بلاش الكلام. دي حاجه حلوه. اي اوكي حلوه كمان. كروم انت بتحب عمرو دياب اكثر ولا تامر حسني كمغني؟ كمغني بص انا متربي برضو على عمرو يعني انا من جيل عمرو دياب يعني كتربيه يعني بس بحب تامر طبعا. تامر صاحبي. بس انت مين يعني مين اقرب لك؟ اقرب ليا تامر لان احنا اصحاب. لكن عمرو دياب انا بحبه من صغري يعني بحبه بسمعه من زمان. هو صار مؤثر بالشباب بطريقه عجيبه يعني حتى هلا كل الصغار اللي طالعين كلهم عندهم ذات التاثير من عمرو دياب. ما شاء الله عليه ربنا يحميه يعني. اي ما شاء الله محافظ على نفسه قوي جدا يعني الكل بحس حتى انه يعني انه كانه هن طالعين معه يعني حتى الصغار يعني عشرينات بحسوا انه هو تبعهم. بص يعني مجايلينه بصراحه هو يعني هو سابق بحاجات كتير قوي سابق ناس كتير بحاجات كتير في سنه وشكله ما شاء الله عليه يعني ما يبانش عليه ما شاء الله. ليه اغاني من الثمانينات من قبل ما اتولد عمرو دياب مربي جي. يعني ليه اغاني من قبل ما اتولد فنان مربي جي. فالاغاني دي لما انا بسمعها دلوقتي بحس ان انا الاغاني دي ليها معايا ذكريات مع اني اصلا ساعتها ما كنتش مولود. بحب حاجات القديمه قوي بس طبعا يعني ليه تاثير جامد فينا والجديد طبعا. وانت بتحب عمرو عن تامر يعني لا مين لا يعني اقول لك حاجه هو يعني انت مين بتحس انه هو هذا مثل عبد الحليم كان مثلا هو تبع ناس معينه يعني قولوا لي عبد الحليم هو ناس كانت فريق عمرو دياب هو واحط تامر هو تامر وعبد الحليم هو عبد الحليم يعني مش لازم بس قصدي انه دائما في حدا انتم هيك الشباب بيمشوا وراه. خليني اقول لك يعني هو عمرو دياب محافظ على حاجات كتير قوي صعبه دلوقتي ان الناس تعرف تحافظ عليه. تامر يمكن هو متميز في جيله قوي وشاطر يعني حلو في جيله هو وعنده افكار جديده يعني ومتميز يعني بيغني حاجات ما حدش فكر يغني فيها قبل كده بالظبط عنده مواضيع هو عنده ستايل خاص بتاعه يعني. هو يمكن نجم جيله يعني لكن عمرو دياب بس انه يعني ما عرف يوصل لانه اللي عمله عمرو دياب كمان برضو عشان خلي بالك تامر عنده مثلا كام البوم سبعه مثلا سته. عمرو دياب برضو ما شاء الله عنده البومات كتير وخبرته برضو اقدم من تامر هو يعني بيغني من قبل تامر كمان. هو الفن ما له علاقه يعني على فكره يعني حتى تامر لو لما ان شاء الله بعد 10 سنين او بعد 15 سنه برضه هيوصل نفس الستيج يعني هيوصل نفس المرحله يعني هي التطور الفناني يعني تمام. هو كده هي خطوات وهو ماشي في طريق هو في اشياء يعني ما حدش يعرف لها يعني ما حدا بيعرف بكره شو بده يصير او مين اللي يعني مين باقي مين بيروح مين هيك للاسف يعني. احنا بقى نضطر نستاذن عندنا استوديو ليه المفروض في حاجات عندكم انتم. طب انا عن نفسي مش عايز امشي والله بس لا بالعكس والله شرفتوني انا كثير مبسوط جدا انا معاكي والله بجد كثير مبسوطه شرفتوني ان شاء الله بقى في الالبوم اللي جاي. طب ايمان انت بدك تغني غنيه بس الاول يلا يلا غني لي بس تغني غنيه وخلص اوكي مشان بدي اياها تفشخل نغني شاغل بالي مثلا طبعا ما بتعرفوا انتوا شو يعني نغني شاغل بالي انا عارفه لا يعني انه لانه قالت هذيك الاغنيه كان تعالي عليها تعالي شو بدك تقولي ما انا عايز حكايه تكوني حافظاها معي. طب قولي شو قولي وانا بقول وراك قولي صباح مثلا غني ممكن فيروز مثلا لسه معانا الهوا لا بلاش نستنى بلاش انت بدك تختار اغاني ما هي لسه شاغل بالي طبعا شاغل بالي بموت فيها ما لها حتى بدي شيء بين بنقول انا احنا بس انه هي ما لها بدي شيء متمكنه فيه شو جاي على بالك تقولي اخترت قبل في جامعه ايه في جامعه طيب خلينا نقول طب تقولي معايا مثلا نقول سلموا لي على مصر مثلا تحبي نغني حاجه كده يلا هي لمين صباح علي حافظ طب تقولي يلا طب نقول حاجه تانية لا انا عايز حاجه تغني معايا طب ذكرونا باغاني صباح بس بلاش يانا بلاش يانا يانا لا يانا يانا بتعرف لانه سمعتها كم مليار 17 الف مليون بليار مرة مليون في الثانيه تعبت من الاغنيه وحيات الله تعبت لي اعصابي بموت عليها الاغنيه لما طبعا بيعملوا لنا بكره انه قصه بموت على الاغنيه بس تعبت من كتر ما سمعتها يانا 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 ورجال وبنات وكله ختايره وكبار وصغار وكله بيقولها طبعا تعبت لنا اعصابنا صح عندي حق طب ايه تاني طب ايش بدك عبد الحليم طيب هقول لك ممكن نغني مثلا اسمر اسمران مع بعض برافو عليك يلا اسمر بس طبقه بنات ما تعلوهاش على اخر حاجه ايوه ما تعلوهاش بقول لهم طب اتفقنا اطلب ساعتين اسمر عاليه اسمر يا اسمراني تيارا صح حلو ده حلو اسمر يا اسمراني لو ترضى بهواني
حلوه بعبد الحليم. الحمد لله. لا فظيعه، برافو عليكي. لا عبد الحليم يلا بقى عليها كل اللي في يا دوبك بقى عشان نلحق. يلا حاسب امم اتجاه. عندنا استوديو مش هنحاسب. طيب حاسب. لا ما فيش احنا كله على حسابنا. من دقيقه طب طعميكم فواكه، طعميكم شيء. يلا هكلمك. تعال نغني كبرتك على سيدك قبل ما حافظها مرمور. انت بس حافظ طبعا عمرو دياب. لا لا انا حافظها والله، بس شوف بس الطبقه منين. ما تكذب قول محافظه عادي. لا عايزين نقول من طبقه بقى. لا قول. لا من عندي. اوكي من طب من عندي، من عندي عشان دي اغنيتي الجديده. دي اغنيتك طبعا. انت مش فاهم فرحان بالاغنيه ازاي. وانا والله ناس كتير بيكلموني عليها كلام حلو يعني. الحمد لله كتير. بعدين انا كنت خايفه بالبدايه انه خايفه انه الناس تنتقدني. العالم طاير عقله يعني. ما ابدا ما صار اللي كنت خايفه منه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. واللي صح اللي جيب لك سيرت تقول له اسالني على كبيرك، واللي يقول لك طيب عملت ايه محطة وحيدك، اللي جيب لك سيرت اسالني على كبيرك، واللي يقول لك طيب عملت ايه محطة وحيدك، وكأني ما عملتش حاجة من واحد كان يوم ولا حاجة، غني اغنيه كلها كامله وطول الوقت بخجل كثير. حتى يعني لما بيجينا ضيوف بكون البومي نفسي اني بدي سمعه لاصحابي، فبكون عم سمعهم اياه وانا كثير 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 محرجه يعني. ما بعرف اكيد هذا شعور ماله. طب مو كثير مظبوط على فكره، بيجي لكل الناس والله. يعني الواحد دائما بيبقى حاسس نفسه ان هو عامل حاجه يعني كانه عم يعني بدك تحرجهم وتسمعهم، يمكن بدهم يمشوا، يمكن ما جا بالهم يسمعوا. فبكون كثير محرجه يعني من اغانيه تحديدا. كذا مره كنت بدي اقول انه ليه بس ببيتي ما بحب رفقاتي يقولوا لي طب سمعينا اغنيه، بكون هيك كثير متوتره بدي سمعهم، بسمعهم مقطع واحد عشان كمان يعني ممكن حدا يفهم غلط. بس كواليس الاغنيه نفسها انت عارفه يعني، عارفه مثلا ساعه التسجيل وعارفه التابلت تبتي. لا انا احرج انه سمعهم ببيتي يعني، بخاف انه تكون الاغنيه طويله بدهم يمشوا، طب زهقوا، طب يمكن مو يعني، بخاف هيك، هذا اللي بحسسني. مهم وهكذا. بس مع انه هاي الاغنيه بتتغنى 17 مليار يعني. انا بحب عايزين برضو كان ايه، كان كوبليه كنت بحبه قوي. شو كنت انت يا حلوه بصراحه. شو كان الكوبليه؟ ما انتش قد ما انتش من هون ولا لخبطني كريم. ما انتش قد النار من الاول، طيب ما تعديها ووعد امن
سلامتك. سهلة. سلامتك. سلامتك حبيبي. عامل ايه؟ هاي يا حلو، كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا، شرفتنا. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ عامل ايه؟ تمام. انت كل شوي بتتكولن زياده ما شاء الله. ايوه يا لا بس. يعني كانك بتعمل دراسات عليا بالكولنه. لا مش قوي. صح؟ لا عن جد كول، يعني الماكسيموم، ما عاد في ماكسيمومات اكثر من. لا 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 بالعكس، بس يعني بنحاول نتجدد بس شويه مش كتير. برافو عليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. سلامتك يا عم. الله يسلمك. موتوسيكل ده امتى ده؟ بقالي اسبوع كده. لا والله. رجلي وده. الحمد لله سليمه بس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه الحمد لله على هيك عن جد. انت عايش هون؟ انا مقيم ما بين هنا، ما بين مصر ودبي وكمان المغرب. والله صح، انت مغربي. ايه انا بموت على المغاربه. ده بس من ذوق، يعني اعشقهم اكثر، يعني فيهم شيء بتعرف ما موجود، يعني الدنيا كلها طبعا مليانه طيبين، بس بالمغرب الناس مثل ما الواحد بيحلم، يعني مثل الاحلام، طيبين طيبه، بساطه. انت هيك ولا مو هالقد؟ لا مو هالقد. لا بالعكس. لا انت يعني لسه ما بعرف، بس المغاربه ما شفت اطيب منهم بحياتي. ربنا يخليكي. هو بس عشان ولا الطف ولا يعني فيهم ميزات الصراحه ما موجوده. لا بس هم يمكن عشان حضرتك تتحبي يعني. لا مش عشان انا بتحب، عم بحكي عن مواصفاتهم، مو انهم بيحبوني، هن فيهم مواصفات رائعه. يمكن مش عارف، بس انا بحس انه بالنسبه لي كشعب بحس انه المغاربه قريبين من الشعب المصري قوي. بالطيبه. بالطيبه بالبساطه. بالبساطه، بس يمكن عشان البلدان اللي على البحر الابيض المتوسط بتلاقيهم ليهم نفس الـ 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 نفس الطباع. الطباع خاصه حاجات معينه زي مثلا الجستويل، لما بنكون بنتكلم بتلاقينا بنحرك ايدينا. نتكلم بالجستيو. انا كتير بس كسرت اعمل كنترول. لا وكمان حته الكلام كتير. لما بنكون بنتكلم بصوت عالي، وحته الطيبه دي برضو بتكون فينا كلنا اللي على البحر الابيض المتوسط مشتركين في الحاجات دي. ايطاليا برضو الاتراك نفس الموضوع، حتى في التجمعات. لا يعني مثلا بره في مثلا في انجلترا او في امريكا بيقول لك احنا بنعرف الايطاليين ان هم بيسلموا على بعض وبيبوسوا بعض، ده بيعرفوا ان هم ايطاليان او جريك او ايا كان، يعني بتعرفهم الحاجات دي. والاتراك برضو يعني فهم بيعرفونا. الاتراك الاتراك صوتهم اعلى صوت سمعته بحياتي. لا الاتراك صوتهم عبقري يعني وهنا عم يحكوا بيحكوا صوت عالي كثير وعصبيين كل الوقت، يعني كل الوقت تقريبا. انا ما شفتهم انه هن رايقين، يعني ما مريت علي. رحت شي 6-7 مرات بس دائما بشوفهم كثير عصبيين. ركبنا مره تاكسي طردنا، نزلنا شوفير التاكسي، فلما رجعت عم بقول لها ماما ما ممكن ما شفت شعب عصبي هيك. يعني ما بعرف شو حكينا، قلنا له لا 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 سوري ادخل من اليمين. الظاهر انه بتعرف نحن متعودين بمصر بتقول للسواق يدخل يمين عند اليمين بالضبط، مو قبل مثلا. ايوه مفاجأة بتعمل له مفاجأة. ادخل على اليمين على طول بتلاقيه طياره دخل على اليمين. فقلنا له الظاهر ادخل اليمين، بهدلنا شرشحنا طردنا الزلمه. فقلت له ماما شعب عصبي. قالت لي تصوري انه سواق التاكسي يعني وما بعرف كيف، يعني ما بعرف شو دينه، يعني ليش معصب هالقد. قلت له طردنا بالشارع. قالت لي تصوري يا ماما وانا طلعت على تركيا كمان طردني سواق التاكسي. قلت له والله يعني الظاهر انه عصبيين، ونحن هو يمكن هن مو غلط او هن عصبيين زياده، بس نحن كمان عندنا طلبات غريبه تعودنا عليها انه نحن هون ببلادنا عادي. على اليمين حاضر حاضر على اليمين بتلاقيه لف. صح. طيب بودي انت مين اول شيء؟ ايه طبعا حشربك. انت بس مين بتحب من الفنانين مشان نعرف كيف نغني لك نبسطك؟ مين بتحب اكثر ناس؟ والله انا بحب كل الناس اسمع لهم، بعرف بس بسمع بحب القديم اكثر. بتحب القديم؟ ايه سمعتك مره بتغني عبد الوهاب صح؟ يعني شويه بحاول. بتحاول بس سمعتك مره بتغني عبد الوهاب شيء رائع. في اغنيه هلا بدي اتذكرها. شو تشرب بودي؟ انا بشرب ميه ماشي على غير الميه باب. في عندي مي بالليمون، يعني مي فيها سلايز ليمون ما فيها ليمون. اوكي اوكي ماشي. ولا ما بتحب طعمتها؟ لا ما بحبش طعم الليمون بس. اوكي طب لك ليه بدك تعمل تمام مش مشكله. بدك تشرب مي ما بتحب طعمها يا بابي. حلو بغير شوي خليها. وكان حلو لما كنت عامله الكورن روز. ما هعمله تاني بفاير. حلو قوي. بغير شوي. انت خاسس شوي. كتير خاسس كتير. من اخر مره. طيب كان فهد اصلا. شباب حدا بده يجدد يشرب شيء تاني؟ انا تمام. انا نسكافيه. عندي شاي كتير كتير حلو. الاخبار تمام الحمد لله. هذا الشاي القديم التركي. يلا بينا. تفضل يا عمري. ميرسي. تشرب شاي تركي بودي؟ بودي بابي. هاي يا عمري كبرت لحد درجه.
هاي روح شاي؟ لا نسكافيه؟ نو اتس اوكي ولا شيء اوكي وقت بدك قوم اعمل لك كان معي قوم انا ها حورجيكم كروم بس انت بقوم مشان هذا رجلك وانت وقت بدك قوم شباب شربتوا؟ ماشي طب شو تغني لنا شي لعب الوهاب؟ ما عاوزة تغني ايه؟ انت شو جاب بالك؟ شو الاغاني اللي بتحبها؟ انا بحب كل اكتر اغاني عبد الوهاب انا بحب حاجات كتير عشان كنت بسمع كتير عبد الوهاب عندنا في البيت ف واللي عمل لك بتحبها؟ اه برضو بحبها ولا؟ بحب حاجات كتير كل قول لي عمل لك ايه؟ مسافر وحدك يا مسافر وحدك يلا رائعة ماشي اوكي من وين طبقتك؟ قول لهم باب طب نقول ايه؟ يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني ليه تبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما يسلم وكفاية قلبي أنا مسلم صبر قلبي وأدمان
وأصبر قلبي وأتمنى على نار الشوق أرى أستنى وأصبر قلبي وأتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني وأتمنى طمني بقربك وعدني طمني بقربك وعدني يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني تبعد عني وتشغلني صدق بودي صوتك ما بيشبه شكلك اطلاق ايوه دي حقيقه صح ابدا وكمان لسه يعني هناخد على بعض شويه طبعا او هدول اللي بيصرخوا اللي هو الروك والحاجات دي ولا هدول شويه بس انا ما اعتقد انه يعني يمكن عشان التربيه بس هي التربيه بس انا بشوف يمكن ان انت يعني انت عندك صوت اصلا الصوت ولا تربيه اللبس قصدك لا تربيه اللبس والصوت في البيت كنا شو اللي ببوتك هي عليها السعر هي الموضوع ضل لازم يفضل ما يتشالش انه انا دايما بشيلهم لا دي عشان معموله حديد عشان ما تتشالش عشان مش مكتوب اسمها فتفضل فيه والله لا طب انا حديد بشيله بعمل لها هيك طريقه بقوم مدخلها بطريقه لا لازم تفضل لازم تفضل يعني لو شلتها ممكن تقطع حاجة لا فيها طريقه لا هي فيها طريقه انت بتشيلها دي سلسله صحيح حلو يعني هي غريبه كسر عمود الاصفر بس طب انت اللي بتعمل لبسك ولا حدا بيعمل لك انا خريج هندسه قطاع نسيج والبسه والله مشان هيك لانه اختياراتك كلها ظابطه مع بعضها يعني لا بالعكس بتبقى مجنونه بالعكس لا يعني بس اعرف البس حد تاني يعني بس انا الاصفر مع اللي لابسه كتير حلو بس لا حلو انا عن نفسي انا كتير يعني انا ما بعرف طبق الاشياء اذا كانت غريبه يعني لازم نيكولا يعمل لي هاد انا والا مستحيل حط ازرق على فستان بيج بس هو لازم نيكولا جبران ولا البس جرابات سودا على هاف بوت بني بس هو لازم هيك يكون هو بيعرف بس لو علي انا كنت لبسته كثير يعني كثير عادي وبسيط ولا فيه ولا شيء اختراع ولا ازرق بحط كنت مثلا شيء برونز صح يعني خيالي هيك بيجيب لي الشيء العادي البسيط العادي اللي ما فيه اي اختراعات فهي التطبيقات بدها حدا كثير ذوق لا بدي يعني حد بس مجنون لا بس هو الاصفر والجراي يعني بيبقوا حتى ممكن تلبس تيشرت صفرا مثلا مع بنطلون جراي صح صح بيبقوا حلوين مع بعض هو بس عشان حتى وشك مثلا لو انت ابيض او مش عارف ايه انت بتلبس الغوامق اكتر حاجه عشان طب انا شو لوني انا اتصور اني ما بعرف شو لوني يعني امي تقبرني بقول لها ماما انا بيضه بتقلي لا انا سمراء يعني يعني اللي هو اسمه ايه يعني في تان ايوه حاجه حلوه بلاش ضرب ايوه سمرا غامقه يعني ولا بيضة اللي هي انا هالايام بما اني مشقره انا كل عمري اعشق اني اكون سمرا بس على فكره اللون حلو قوي الا وقت شقرت نفسي تصير بيضة وقت بالعكس. كنت يعني زمقه لوني حلو 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 والله ولون شعرك ولون بشرتك ماشي مشكورين على هالموضوع التجديد انا بحب التجديد ده حلو قوي بس الحقيقه اني ندمانه يعني عملت اشقر بس لا هن كم يوم وخلص هرجع للون شعري العادي والله حلو والله حلو طب انت ليه ما بتقص شعرك ما دي يعني بحس انه جزء مني وانا حاسه اني مو يعني انا حاسه يا حبيبته يا مو حبيبته مش عارفه بس حاسه انه هو مو شخصيتي يعني الاشقر مو انا طب عملتي لي مش عارفه نفسي يكون شقره بهالحياه انه مثل الاجانب عملتي لي مش عارفه كنت مفكرته حيلبق علي عمري ما عملته لا بالعكس بس هو لايق عليكي والله احنا شايفينك والله كتير بيقولوا لي انه مو ظابط معك شعرك كده من زمان جدا ولا ما اول ما بس بدات تغني لا من زمان يعني من وانت اصلا من ساعه انا اتخرجت عشان نتخرج لازم نسافر فرنسا نقعد تقريبا ما بين السنه
واحنا بنشتغل يا اما اولا بتدرس وبتشتغل في نفس الوقت. فهناك بقى عملت اللوك قبل ما ابتدي في اي حاجه. احلى حاجه عليك وضليت فضلت دي والله اصلا عشان. لما جيت طلعت على الام بي سي او حتى على الشركه كمان بلاتينوم قعدنا نتكلم في حاجتين اللي هم مهمين، اللي هو مثلا شكلك لازم يتغير، ده واحد، الى جانب اسمك يعني عبد الفتاح جريني صعب اصلا انه يتحفظ يعني مستحيل. بس اسمك اوريجينال بالعكس، بحس انه اسمك دلوقتي راحت عبد الفتاح بقت بس جريني جي جريني صح. بس الاسماء الصعبه بتتذكرها اسرع عموما. غني لنا غنيه لك الله يرضى عليك. لا تبقى ما عندكش حاجه بتاعتك انت؟ لا لك تمام. شو جاب عليك تغني؟ حافظ حاجات كتير. حافظ اشوفك شو هي؟ بحب لك حاجات كتير. اللي انت عملته فيا عبال مليون سنه اه لسه مش هلا اشوفك يوم. قول شيء ثاني بيب. صرتك في الليالي خسرتك في الليالي سهرانه اكيد عينيك بعيد قوي عن عيني لكن بحس بيك. خسرتك في الايام بعيد دلوقتي عني ليه مشيت من غير عتاب ما سألتش مرة عني. خسرتك في الليالي سهرانة أكيد عينيك يا بعيد قوي عن عيني لكن بحس بيك. خسرتك في الغياب يا بعيد دلوقتي عني ليه مشيت من غير عتاب ما سألتش مرة عني. خدت هبة من ودانا بحنين ودموع وجعنا هو في الدنيا معنا إلا لما بكون معاك. خدت هبة من ودانا بحنين ودموع وجعنا هو في الدنيا معنا إلا لما بكون معاك. خسرتك في الليالي بعيد قوي عن عيني لكن بحس بيك. يا سارة ليه تسيبني؟ طب كنت قول لي مالك اديك خسرت قلبي دلوقتي ازاي خسارة. كنت فاكر هتصل قلبي وهوايا لكن انت طلعت شاطر في كتابة النهاية. خد هيبة من ودانا بحنين ودمع وجانا هو في الدنيا معنا إلا لما بكون بعيد قوي عن عيني لكني بحس بيك. يا خسارتك في الغياب ابعد دلوقتي عني اللي مشيت من غير ما سألتش مره. لا ده انا بحب الحته الفرنش. ترارا ترارا تيرارا ترارا تيرارا Yo, 1, 2, 1, 2. Pour courir puis se faire sans délai. N'essaye de aimez-moi, bimini-moi. On fait chaud de traîner. Il faut travailler. Le channel rap. Mais ça marche. Mais on gagne quelque French. Mais. Mais on gagne. Je et toi, quelque French. Mais. Merci. Ahsan.
لا في فرنساوي هو بيغني ساعات بحفظ بيغني اجنبي حلو قوي عشان كده بتحسيه في اغاني اللي هي ما بنساش اللي كان بينا ولا بنسى الله بتحس انه ايه الاجنبي عنده حلو قوي كتير بحبها كتير بحبها متابع يا معلم يا مصيطني يا مصيطني طب غني لنا اجنبي غني لا جميل هو في الحته دي قلنا شيء من ساعة ما دخلت المجال العربي يعني انت مثلا بالشبح هيك بتحفظهم ولا بتحفظهم بالكده بصراحه بالكده بالكده يعني بالحظ بالحظ والله إنو السنشان وين شيز جود It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone Anytime she goes away Da-da-da. Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay No sunshine when she's gone. And this heart just ain't no home. Anytime she goes away, da-da-da. And I know. Ain't no sunshine when she's gone. لا 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 موت احفظ غنيه واحده يعني صار لي فتره بس ما عم بعرف طب جربتي تغني اسبانيش مثلا لا بس يعني بعرف غني الطريقه تبعهم باغاني هو ده اللي انا بتكلم فيه طريقه مجنون مجنون وما قلت ليش اه بحب كثير طريقته الله الغجري ده طب قول شو شو عندك شيء حافظه فرنش هو ما قلت لي من الاول لي مش هغني معاك هل انت مش هل انت مش قادر ولا وقف طب قطن كيف هو ما قلت لي من الاول لي هل انت مش قادر تنسى وصلنا لإيه بهواك أنا وإنت بتهوى دلوقتي قولي هتعمل إيه إحنا التلاتة هنعمل إيه دلوقتي قولي هنعمل احنا الثلاثة هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه ايه ان انت تقول انت لا ما هو هقول ازاي لا تقول لا مش هقول ازاي واقول ازاي لمين كانت ازاي وانا اللي عاشق عماد عبد الحليم الله يرحمه الله يرحمه اي حرام انا قاعد بسمع شويه اغاني الايام دي كانه في صوت حدا اجى او شيء ولا لا 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 هدول الجيران طب تعال نغني غنيه كمان غنيه لك ولا لكروم شو الغنية اللي قلت عنها هلا؟ ما غنيناها اه كريم؟ ما بنساش؟ ما بنساش دي حلوة قوي أنا غنيناها ما بنساش عاشق باظ بص عندك منيو منيو ها؟ 30 تاكل ايه؟ أنا منظمة جدا ما شاء الله البحر بيضحك ليه يا سيدي؟ ما بنساش؟ فين هي أصلا؟ رقم 30 30 يا بيه يلا أوكي 30 مش هقدر
حلو فيدي انا معاك بس حلو ما بنساش اللي كان بينا ولا بنسى ومش قادر بتوحشني سنين ما واقول لو تيجي من تاني بدنا الايام انا هبقى تمام ومش هنسى مش قادر بتوحشني سنين واقول لو تيجي من تاني بين الايام انا هبقى تمام ومش هنسى اديني غلطت وعقابي هعيش في جراح ولا الغلط ما انا استاهل ما فكرتش وسبته ايدي واديني بضيع من بعد ما راح ده غلطي ولازم اتحمله ده الاصعب ما كنتش سبته من مبروك الله يبارك فيك شكرا انا جبت لك ورد لانه عارف انك بتحب الورد والله شكرا والله بتقولي انك بتحب الورد بتحب الورد والله سهله يا حلوه اهلا تفضلي يا عمري بتعرفي الشباب اكيد بعرف شباب الو الو وهشام صوت كرومي ابودي شو اخبارك عبد الفتاح اكيد تمام الحمد لله شعراتك كثير حلوه ده بس من ذوق حبيبي ازيك سلامه قلبك ما كنتش انا شو هالعلبه اللي بياخد العقل تسلمي يا حلوه شكرا عن جد مش معقول انا سمعته قبل ما اجي من دبي وخوتاني وطاير عقلي انت ساكنه بدبي انا ايه مقيمه بدبي ايه فاول شيء مكسر انت اي ستار اكاديمي وقت اللي كنتي فيه اول واحد يا الله بس برافو عليكي انت ارادك انت شوي مليانه مزبوط صح برافو عليكي لازم الواحد كمان عملتيها باراده ولا مو باراده لا اكيد باراده باراده يعني ولا قصدي بعمليه لا عملت عمليه بس هي بدها اراده يعني بدها اراده حتى لو عملنا العمليه وما كان في اراده ما بيمشي اي صح ولهلا ماشي حالي ما عطي اكلتي عشان بحب الحته لا باكل بس مش مثل قبل مو مثل قبل حتى صوتك مش على حد ما شاء الله عليك اول ما اخد شو اخباركم انتم كويسين يا امرا بنشتغل بنشتغل قاعدين قاعدين عم نسال البنات عشان تسمعوا اخبارها ما لي احسن وانتم قاعدين ثلاثه انا اسف بس انا بعشق عشان بتعم عم تحكوا لا كنا بنتكلم عن يعني شوف اذا اهم من موضوع لا 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 اكيد عن انت اهم عم نحكي على الدايت لانه عم نحكي هي ليلى كانت ب بس ما شاء الله ما شاء الله كانت مليانه تذكر كروم شفتها ولا ما شفتها لا عارفها كنت ناصحه قولي يا صباح مش حزعل لا كانت مليانه شوي لا بس في السالفه وما فيها كانت شويه ناصحه وبعدين الكليب الاخير كنت في واحده كنت عاملاها دويتو مع حد انسان مع وسام سعد وسام صح صح هيدي اول اغنيه انا عملتها وقتها كانت لمنظمه الامم المتحده كانوا عم يعملوا حمله ضد الايدز ببيروت ونقوني اكون اول وحده بدي اقوم اجيب مي انا بجيب لك لا خليكي والله لا ما بتقومي على فكره كثير حلو المطبخ كتير
كثير. انا لابسه زحف حتى كذب بالبيت. برافو عليك. كلام ده حط لك مي بالليمون بيبي ولا حط لك انا جعان اصلا. انا اصلا عامل دايت برضه. لانه هاي بيب حطيها بالفريزر وبعدين بتخلي لك المي تلجت كل الوقت. ايه ده؟ والليمون لك كثير كويس بتعرفي. هنقول حاجه كثير بضعف خيري. اه والله انت مش كنت سافر؟ هلا الصبح اذا اخذتي مي دافيه وحطيتي عليها نص ليمون عادي دافيه بس بتكون بيكون كثير عظيم. تمام يا معلم. تمام وانا بالحقيقه هاي كرومه انا خايفه مره وانا مارقه لانه انا شوي همجيه كمان اطرق لك رجلك لانه هذيك المره حرقت ايد الشاب الحلاوه فديك. وهلا اطرق لك رجلك. لا رجلي فديك. لا بعيد الشر. لا بالله. لا ان شاء الله بعيد الشر ما اطرق لك اياها لان بيعذبني ضميري. شعراتك كثير حلوين. تسلمي شكرا. شفتي ده؟ ماشي خلص بقى. اه كنتوا عم تحكوا بالموضوع؟ كنا عم نتكلم فيه. لا لا بيخدم مالي مقتنع. هو مقتنع بشعراته. ليش؟ واكيد لازم اقتنع لانه انا اللي عامله خلاص اكيد كلنا شايفين شكلك حلو. اه انا عملته بس ما اقتنعت فيه بعد ما عملته. شو اعمل احرقه وروح اعمله. طب احنا شايفينك حلو. لا 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 كثير حلو كثير حلو. ماشي تسلم. اوكي يا حلوة. اوكي انت مجوزه مخطوبه لسه؟ لا ما بدنا نحكي بهدول الامور. اه لسه. اه لسه. برافو عليكي مأجله شوي. خليكي هلا زبطي امورك يعني بشغلك وقفي عملي اللي بدك اياه ابتدي يعني حققي احلامك. انت بتقولي هيك؟ انا مش عارفه. انا مع العائله يعني انا مع الرفيق يعني بحب كثير الشراكه بحب الحب يعني كثير بس بشوف انه الاغلب البنات بفضلوا انه يعني شوي شوي تاخذ وقتهم. بننجز بسرعه احنا رجاله. الولاد ده تاني عايز تتجوز بقى. ايه؟ لا انا بقول انه احنا ابتدينا الرجاله نتجوز بسرعه. اه انت اتجوزت؟ لا لسه. اه هي مساله ان الولاد بداوا يقبلوا على الجواز بسرعه يعني في وفي والله نسبيا نسبيا يعني في وفي يعني انا حاسه انه بالعكس الظروف صارت يعني من وقت هيك في شويه مشاكل الناس اللي رجعت تتاخر موضوع الجواز والطلاقات كثيره يعني كثير ناس بتطلق صارت للاسف طول الوقت. ايه بنسمع هذا الطلاق فيعني يمكن على المشاكل يمكن على الزنقات يمكن يعني الشباب ايه لازم على 30 يبتدوا يفكروا يعني بالحقيقه يعني 30 يبتدي يفكر. مين مجوز من الشباب؟ اه جود يعني في نسبه يعني 2 من 6 منيح. اندرو ما اه لانه ايه لسه متجوزه خيري؟ عم ناسي. لا خيري لا لسه خيري خيري ده خير مش شايفه. طالما لسه طالما لسه ذاكرته مضبوطه معناها لسه ما تجوز. بس يتجوز ببلش ينسى وما متذكر هي الغنيه وهذا المقطع شو كان يعني بيبتدي شوي الزهايمر. طب غني لنا غنيه من اغانيكي انت تغني معي الخاصه بجرب. ليش انا ما عم بعرف يعني ما عم بعرف احفظ مضبوط وبخاف كثير لخبط لكم اغانيكم. لا عادي عادي نحن اصلا بنلخبط. لخبط لك اياها؟ لخبطي لي اياها قد ما بدك. اوكي قد ما بدك لخبط. شو بدك تغني؟ بس غني بنقول اقعد مكانك فايز فايز سعيد. فايز فايز حبيبي فايز. ايه كثير كثير هذا صديقي الصدوق. 33 33 33 معي. احنا كمان احنا هنونس. الله يخليني اياكم يا رب. لا 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 يا خبر انت عارفها. لا لا تقشر لا تلوح بالقصايد لا تلمح من ليلى العبرية لانت قيس بن الملا مكانك لا تعشمني بحنانك ماني عبلة يا حبيبي ولا انتهب عن تر زمانك انثبر وقعد مكانك لا تعشمني بحنانك ماني عبلة يا حبيبي ولا انتهب عن تر زمانك لا أريد أعشق وأني
عشمني بحنانك ماني عبلة يا حبيبي لن تهب عن ترزمان اسرع الحان انا بالعاده بحفظها الحان فايز مش معقوله عن جد الحان فايز قول اللحن مره رائع وواصل للناس بشكل فظيع اكثر اغنيه انا يعني اول اغنيه عموما عملت له اياها كانت روح وروح روح وروح حلوه حلوه قوي اي كثير حبيتها وكثير استصعبتها اول ما غنيتها لا انا بدي اسمعكم انتم اليوم لا لا يلا هلا بدنا نغني بس نغني اول لعبد عبد الوهاب عبد القيس عبد البود بقول عبد الحليم لا عبد بس خليه عبد الوهاب بحب قوي ابو خد على النبي ابو الله كثير كثير بحب اختي انا رهيب بس من زور والله رهيب طب ما نغني لك حاجه انت كمان يا عم انا موجود عم نغني نحن سوا يلا بس نحن يلا تعال نقول ابو خد على النبي رقمه وقاعدين ابو خد شوف ابو خد على النبي وقت قال لك لا وقت قال لك نملة وقت قال لك المنيو ايوه المنيو قال لك المنيو ابو خد على النبي الله الكارث ده رحيم عارف رحيم ابو خد على على بابي بيلون على قلب وعايز يشغل الجمع وهو بعد ما جاب رجلي قال ايه قال هيسيبني ويجري خد قلبي وهيسيبني من غير قلبي يا ولدي ابو خد عناني بيدوق على بابي بيلون على قلبي وعايز يشغل الجمع وهو بعد ما جاب رجلي كلامه بيطلع او غير ده كلامه بيطلع او غير مجدع وتقيل مال وهدومي يجي هو ويقلق نومي ده لاني مش عارف انا وابو خد عناني بيدق على بابي بيلون على قلب وعايز يشغل وهو بعد ما جاب رجلي قال هيسيبني ويجري خد قلبي وهيسيبني من غير قلبي يا ولدا حيرني وارتاح وسهرني يا مين يصبرني على نور عيني الحلوين ميل كده عليا النار قدت فيا ولا كانش بالنية ان ابقى من العاشقين حبيته حيرني وارتاح وسهرني وانا كنت بقول ولا عمري هجوب ده انا عمري الهوى ما خطر على بالي انا استنى كنت بقول عالشوق ده كلامه بيه
قدامك دعوة إيمان ودوم يجي هو ويقلق نومي دلالي مش عارف أنا دلالي مش عارف أنا وأنا كنت بقول على عمري هتبقى عمر الهوى خطر على يا ناس ده أنا كنت بقول عالشوق ده كلامه بيطلع أوهام ده كلامه بيطلع أوهام ولا حد بجد يا ناس من يوم ماك دعوة يلا شباب عاملي اكل رائع قوموا احملوا معي أكل. تعالي للوش اكل بالليل اكل كله خفيف مش عمنا نرجع نغني كله خفيف ايه شفت هيك عزيمه عشاء بتاريخ حياتك تعال يا او تاريخ شعراتك يا بودي طب ما تفضلوا معايا عم تعال تعال لبنيه روعه لا 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 انت لا انت معقول بدك تنقل وراس ابوك يلا شباب شباب خليني خد بيت يلا يا عمري يلا حتكبر وتتجوز وتصير تحمل عن مرتك يلا ايه شو انا حملتها تعالي حملي طب ما احنا كده ودي ودي لهنيك بيبي ليك يلا هناخد هناك طب تمام لا كريم لا كريم لا كريم ما يحمل ما تحملش حاجه يا حبيبي انا كنت فاكرك انك ايه فما يكون هنا بس شوف حد هذا المنبار السوري شوف قديش طلعوا تعالوا يا اولاد لسه لا مو هون يا مامي تعالوا مامي هناك المفروض بالنص تفضل اوبا انسى الدايت مثلا كده خلاص لا خلاص خلاص في الجنه كده وصل المدرب هيشوف الموضوع ده ما كانش يا ابني كتير حلو الديكور بص كتير شكلها هتبقى اخرتك اوعى تركب موتوسيكل حياتك تعالى يا عم البشريه تعالى 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 صعبت عليا هيك بلبنيه فين تعرف تاني كباب لبنيه وهي السلطه تعالى لك تسلم ايدك يا هيلو هات شيل الغطا بس بعض يلا تفضلوا كرومي بودي استناش تفضل حضرتك بودي مرمور يلا تفضلوا يلا للوش وين بدي يلا عدوا وين ما بدكم يا عم اقعد تعالي عدوا يا كتر خيرك عدوا باي مكان مصطفى في اي مكان او بستان اشرف هاي كتير طيبه دي ايه بقى يا عباره عن ايه هاي كانيلوني الله بكره اقول كلمات يعني اجنباويه هيك هيك هذه على الشمال بس هاي انا ماليش في دول هي سوريه باللحمه صراحه ذوقها بس سوريه باللحمه يعني هاي مثل الممبار المصري بس انا بحب الكرش الممبوره لا لا ما باكلوش انا اصلا يعني يلا بص خلينا نجيب لك فطور بكم معي خلينا نبدا خلينا نبدا انت اكلت ايه يا خالد شفت اكلت ايه